بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد. الجو هيكون لطيف في أول الليل ومائل البرودة في آخره على السواحل الشمالية ومعتدل على باقي الأنحاء. وفي النهاردة نشاط للرياح محدود على بعض المناطق مع وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق من المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. كمان في فرص لأمطار خفيفة وقد تكون رعدية أحيانا على جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيكي يا فندم. أهلا بيكي، وطمنينا عن حالة الطقس النهاردة. الحمد لله الأجواء النهاردة مستقرة بشكل كبير في أغلب مناطق الجمهورية، بالإضافة كمان بتأثر بكتل هوائية شمالية، فبالتالي العظمى على القاهرة الكبرى هتكون 33 درجة مئوية خلال فترة النهار، وتعتبر درجات الحرارة دي حول المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، فبالتالي هنحس بالأجواء الحارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، أجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد خلال فترات النهار، السواحل الشمالية بتكون طبعا أقل درجات حرارة فأجواءها بتكون أجواء ربيعية مائلة للحرارة خلال فترات النهار. خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس هيحصل انخفاض في درجات الحرارة، بيكون ملحوظ أكثر في ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، والأجواء بقت أكثر اعتدالا في أغلب مناطق الجمهورية فيما عدا بعض المناطق من السواحل الشمالية للبلاد. أجواء فترة الليل هتكون عليها أجواء مائلة للبرودة، لأن الصغرى فترة الليل على سواحلنا الشمالية بتتراوح ما بين 18 إلى 19 درجة مئوية خلال فترة الليل. كمان اليوم متوقع أن يكون في نشاط للرياح، سرعته ما بين 30-40 كيلومتر على الساعة في بعض المناطق الموجودة في القاهرة الكبرى الوجه البحري سواحلنا الشمالية. ده هيساعد بشكل كبير على إحساسنا بالأجواء الربيعية واللطيفة خلال فترات المساء وساعات الليل، مش مثير لأي رمال وأتربة اليوم. بالإضافة كمان عندنا فرص سقوط الأمطار خفيفة على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، حلايب، شلاتين، مرسى علم، المناطق دي معرضة لسقوط أمطار خفيفة وقد تكون رعدية أحيانا، لكن مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية في المناطق الجنوبية. بالإضافة كمان تكونت شبورة مائية فترة الصباح الباكر، ساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكنها تلاشت فور سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا على الساعة 7 صباحا بدأت الشبورة المائية في التلاشي. متوقع من غدا إن شاء الله الأربعاء تبدأ تدريجيا درجات الحرارة ترتفع بحوالي من درجتين إلى 5 درجات في أغلب مناطق الجمهورية، هنشهد ارتفاعات ملحوظة مع يوم الخميس والجمعة توصل العظمى على القاهرة الكبرى 37 إلى 38 درجة مئوية، فهنحس بارتفاع شديد في درجات الحرارة مع نشاط رياح ممكن يكون مثير لبعض الرمال والأتربة في المناطق الغربية، فإحنا مهم جدا ناخد بالنا خلال الأيام المقبلة بقدر الإمكان نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة. مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية مهم جدا نتابع النشرة الجوية عشان نعرف أماكن الأتربة والرمال المثارة، عشان وإحنا خارجين ناخد بالنا من الظواهر الجوية اللي ممكن تأثر علينا. يعني نقدر نقول ان النهارده الظواهر الجويه بسيطه جدا سواء للرياح او الامطار خفيفه جدا، والمعدلات او معدلات درجه الحراره طبيعيه في الوقت ده من السنه. بالفعل يعني احنا اليوم الاجواء مستقره، درجات الحراره حول المعدلات، ده الاجواء العاديه اللي هو الاجواء اللي احنا نقدر نقول فيها في السمه الاساسيه خلال الايام المقبله وشهر 5 او نهايه 5 بدايه 6، هي درجات الحراره اللي هي مرتفعه نوعا ما، اللي هي الاجواء الحاره اشبه بالاجواء الصيفيه، مفيش اي اتربه ورمال مثاره، الحمد لله الاجواء مستقره بشكل كبير اليوم، لكن اليوم ناخد بالنا برضو من التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره، لان احنا خلاص في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس، في اجواء حاره فتره النهار، فبقدر الامكان عشان ما نحسش بمزيد من الارتفاع في درجات الحراره واحنا خارجين يكون معانا كاب او شمسيه تحمينا من اشعه الشمس عشان ما نحسش بمزيد من الارتفاع في درجات الحراره. طيب ده معناه ان الجو بالليل خلاص مش هنلبس حاجه تقيله او ناخد معانا جاكيت تقيل علشان الجو ممكن يبرد بالليل، خلاص الوضع بقى مستقر اكتر، صح كده؟ في المناطق الداخليه يعني القاهره الكبرى او الوجه البحري شمال وجنوب الصعيد، لا خلاص الاجواء بقت مستقره فترات الليل، مش هنحتاج اي ملابس اضافيه، ممكن الملابس الصيفيه تكفي خلال فترات الليل، لان الصغرى فتره الليل بدات تتجاوز ال 20 درجه مئويه وما بتنخفضش، لكن المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط
لسه الاجواء فيها فترات الليل اجواء يعني نقدر نقول مائله للبروده، مش هتبقى معاها ملابس صيفيه نافعه قوي فترات الليل. فالمناطق الناس اللي هتروح السواحل الشماليه هتبقى موجوده في المناطق دي فترات الليل، وهم خارجين لازم نخلي قطعه ملابس اضافيه معانا فترات الليل. بالنسبه لجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر دايما بيبقى فيها اختلاف في درجات الحراره عن باقي المناطق، ده سببه ايه؟ بسبب تأثير الكتل الهوائية، يعني هي دايما المناطق اللي موجودة في جنوب سيناء أو سلاسل جبال البحر الأحمر بتأثروا بكتل هوائية صحراوية، فبتبقى درجات حرارتها مرتفعة فترات النهار، كمان فترات الليل برضو درجات الحرارة بتبقى مرتفعة. فاحنا بتبقى فترة النهار الأجواء بتبقى حرة أو شديدة الحرارة، نيجي لفترات الليل لا الأجواء معتدلة تماما. يعني احنا حتى كمان المناطق المطلة على البحر الأحمر سلاسل جبال البحر الأحمر أو سيناء درجة الحرارة فترة الليل بتبقى يعني معتدلة جدا، بتتجاوز ال 24 وال 25 درجة مئوية فترة الليل، يمكن المناطق دي بتبقى حلوة جدا فترة الليل، لكن فترات النهار بتبقى شديدة الحرارة. طيب احنا خلاص خلصنا مدارس والامتحانات خلصت والناس بدأت تخرج، هل توصينا ان احنا خلاص نروح بقى نطلع المدن الساحلية، نروح اسكندرية أو غيرها، ولا لسه نستنى شوية؟ لا خلاص، درجات الحرارة نوعا ما استقرت بشكل كبير، إذا كان طبعا المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط أو البحر الأحمر يعني خلال فترات النهار وخلال فترات الليل فبقينا نستمتع بالأجواء على البحر المتوسط والبحر الأحمر، مفيش مشكلة تماما ونقدر نخرج براحتنا. لكن لو قلنا لو احنا في المناطق الساحلية مطلة على البحر المتوسط زي مطروح والإسكندرية السواحل الشمالية ككل، ممكن نخلي بالنا بس من فترات الليل، لكن ايضا نقدر نستمتع بالاجواء. كنت لسه عاوز اسالك اكتر المدن اللي احنا نقدر نروحها دلوقتي ونستمتع بيها، البحر الاحمر ولا البحر المتوسط؟ هي طبعا يعني المناطق المطله على البحر الاحمر او البحر المتوسط، لكن احنا بنتكلم ان درجات الحراره بتبقى في السواحل الشماليه المطله على البحر المتوسط درجاتها نوعا ما فترات النهار معتدله، يعني هي بتتراوح ما بين يعني 26 28 درجه مئويه فتره النهار، دي المعدلات. هنحس بالاجواء اللطيفه والربيعيه او الاجواء المعتدله فترات النهار وفترات الليل، لكن في المناطق المطله على البحر الاحمر نقدر نستمتع بالاجواء فترات الليل اكثر من فترات النهار. فترات النهار هنخلي بالنا دايما من التعرض المباشر لاشعه الشمس، لان درجات الحراره تبقى مرتفعه نوعا ما عن المطله على البحر المتوسط. بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة العظمى فيها 33 والصغرى 22، العاصمة الإدارية 34-22، اسكندرية 28-19، العالمين الجديدة 27-19، مطروح 26-18، دمياط 29-20، بورسعيد 28-20، إسماعيلية 33-21، السويس العظمى فيها 33 والصغرى 21، العريش 29-20، كاترين 27-12، طابة 29-20، حلايب 33-25، شلاتين 33-25، شرم الشيخ 35-24، الغردقة 35-24. لو رحنا للفيوم العظمى فيها 33 والصغرى 22، بني سويف 34-21، الوادي الجديد 35-25، أسيوط 35-22، سوهاج 37-23، قنا 37-24، الأقصر 38-25، وأخيرا أسوان العظمى فيها 39 والصغرى 26. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. مرة تانية هنروح لجمانة ومصطفى نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا يا رامي، شكرا جزيلا. شكرا يا رامي.